وكانت قد أعلنت هيئة الرؤية الشرعية جلستها في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وغدا أول أيام عيد الفطر. الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأكرم رسله سيدنا محمد خير الصائمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البعينين بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. وحيث أنه لم يتقدم أحد لإدلاء بشهادته، غير أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة، وأن يوم غد الأحد 25 من شهر يونيو 2017 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1438 هجرية. وبناء عليه قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعا جعله الله عيدا مباركا عائدا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات. هذا ويختتم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك المفدى حمد عيسى بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، والأسرة المالكة الكريمة، وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي جعل أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين إلى الله القدير أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وسلام ويمن وأمن للعرب والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.